السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون نشكر الاخ اللي عطاني الفيديو هذايا تاع جوشو يتكلم على الحصه التونسيه، وهما باش يسقسيو على الماتش تاع مصر تونس اللي راح يلعبوا اليوم، هما دومي فينال وحنا عندنا ضد قطر. فسقساوه على الماتش تاع تونس كذا منا، فالتوقعات تاعو قطع لهم الشك باليقين. دوك نخليكم تسمعوا. قال لهم البطوله للجزائر، ما كانش قاعد مسخر. قال لهم مالغري انا مصري وراني متمنية تديها مصر، قال لهم البطوله للجزائر. شوفوا نخليكم تسمعوا واش قال، لان قال كلام واقعي. دوك نهضروا فيه. على كل حال نخليكم تسمعوا واش قال، وبعد ندخلوا ثاني في المباراه تاع اليوم، لان نعطي واحد التوضيحات برك على المباراه تاع اليوم. بون اولا نخليكم تسمعوا واش قال جوشو. مستني بكره ان شاء الله مباراه مصر وتونس، ان شاء الله مصر ان شاء الله، يعني ما اتمناه ان مصر تكون موجوده في النهائي. ما اتوقعه ان البطوله للجزائر. اعطانا من الاخر جو البطوله للاسف جزائريه، كان نفسي تكون مصريه، لكن انا شفت ماتش مصر والجزائر، شفت ماتش الجزائر والمغرب. لا، المنتخب الجزائري قوي مستوى تاني خالص، مع ان المنتخب المغربي يعني كان ند قوي ليه، لكن بصراحه وانا كنت قاعد متاكد ان المنتخب الجزائري هو اللي هيفوز. كمان الجمهور الجزائري حتى لو عددهم قليل في الملعب، احنا كنا اكتر، يعني الجمهور المصري كان اكتر كتير من الجمهور الجزائري، لان تشجيعه مختلف تماما، ما بيقعدوش ولا ثانيه، مفيش ما تحاولش، يعني لو الكره مع الخصم بيشوشوا على الخصم، الكره معاه بيشجع فريقه. فبصراحه كره شمال افريقيا ممتعه لاقصى درجه. بس يعني اتمنى ان شاء الله، انت عارف كره القدم ما فيهاش مستحيل، وكره المفاجآت انا يعني مدي توقع كبير جدا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، واتمنى تمني كبير يعني ان مصر تاخد البطوله ان شاء الله. ظن المنتخب التونسي يعني حتى لو كسبته كده كده هتخسره من الجزائر، فيعني سيبوها لنا من بدري ان شاء الله باذن الله ربنا يعوض ان شاء الله. بو كلام تاعو مقنع بكل صراحة، لأنه يحكي هذا بون كي يشوف، يعني يهضر الواقع. هذا مصري قال لك مالغري، وهذه اللي قلتها البارح انا، مالغري عمرك دوك ندخلوا في الماتش تاع اليوم باش نوضح هذا النقاط. قال لك مالغري كيما نقولوا كره القدم وكل شيء متوقع، انا نتمنى من كل قلبي تديها مصر. قال لك ولكن البطوله للجزائر، قطع لهم الشك باليقين. قال التواسا قال لهم انتم خاسرين ضد الجزائر، خلوا انهم ما هذيك ال 1% بالك نقدروا ندوها، ولكن للجزائر. قال لهم بلي المنتخب الجزائري قوي بزاف 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 بزاف. كي كانوا يلعبوا مع مصر قال لك حضرتها، قال لك كنت مريح وعلى بالي باللي الجزائر راح تربح. قال لك مالغري يعني المغرب كانوا ضد يعني ند قوي للمنتخب الجزائري، ولكن تشوف الفنيات وتشوف القوه الظاهره بالله يبارك، القوه تاع المنتخب الوطني الجزائري تعطيك باللي هو اللي راح يفوز بالمباراه، وتعطيك حاب يقصد باللي تعطيك هو اللي يفوز بالبطوله. كلام مقنع، وكلام هذا كلام يعني من واحد ماشي جزائري. لو كان حنا باريس وكنا نهضروا هذه الهضره يقول لك باللي نتايا كيما نقولوا راك اللي ام بلادك ولا بصح، باش تشوف مصري وبلاد وراهي دومي فينال، وراه متمني تلحق الفينال، وراه متمني كيما قالها هو بلسانه باللي باش تدي البطوله باش يدوها هما، راه متمني. قالك ولكن البطوله للجزائر، قطعها ديرك ديرك ديرك. بوم الكلام تاعو هذا يدينا لواحد، يدينا المباراه تاع قطر. يا خوتي هضرت مع المباراه تاع قطر البارح وقلت لكم باللي مباراه سهله، ولكن ايده كان بزاف اللي ما يركزوش على كلامي. قلت باللي هذه كرة القدم كل شيء ممكن، نبداو دائما نبداها هكذا، كي يكون مباراة سهلة ولا نقول هذه كرة القدم كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، يعني ممكن قطر تربح وممكن الجزائر تربح، كل شيء ممكن. وقلت كاين مباريات كبيرة واعرة تربحها، وكاين مباريات سهلة تخسرها. يعني هنايا راني نقول باللي ما راهيش سهلة انه خلاص ربحتها وراهي في الجيب، نو. قلنا على الاوراق سهله، سهله لماذا؟ لان المستوى تاع المنتخب الجزائري لا يقارن، لا يقارن. اللي تبع المباريات تاع قطر ما تخلعني تقول لي ماركه وخمسه، ما تخلعني تقول لي ماركه واربعه، ما تخلع، ما عندهم لا غرينطا، ما عندهم والو، ماشي والو والو، يعني عندهم فهم منتخب بصح ماشي، ما راهوش مرعب، ما راهوش منتخب اللي يخوف. يلعب مع المنتخبات ضعيفه، يلعب مع المنتخبات ضعيفه، يلعب مع العراق، يلعب مع كذا، يلعب مع كذا، يضربهم بخمسه، فهمتوا؟ وشفنا الماتش تاع الامارات التحكيم كيفاش كان كارثي، والامارات وما يستحوذوش على الكره، قطر ما يستحوذوش على الكره، يستحوذوا على الكره ممكن مع منتخب ضعيف جدا. تجيب منتخب ضعيف جدا وتجيب له منتخب ضعيف عليه جدا جدا، المنتخب الضعيف يستحوذ على الكره. رانا نحكوا حنا كي نحبوا نحللوا مباريات او نحللوا منتخب، نحللوه من ناحيه انه كيتلاقى مع باغ اكزومبل منتخبات
لا باس بها، ما نقولش قوية عليه باش ما نقدر باش ما نقدرش نحقره، نقولوا منتخبات لا باس بها. انا كي شفتوا مباراة بينهم وبين الامارات حتى وربحوها بخمسة، الاماراتيين كانوا فنيا كانوا مستحوذين على الكرة، كانوا ماشيين الماتش لا باس. قلت لكم الاخطاء ولي بيناتي هذيك هي اللي هلكتهم، والاربيت كل دقيقة صفر كل دقيقة صفر كل دقيقة صفر، اهلك الاماراتيين اهلكهم اهلكهم. الجزائر واش عليها تدير في هذه المباراة تاع اليوم؟ نتمنى ان كرة قدم، نهار نعاودها كرة قدم، كل شيء ممكن يا خوتي، كل شيء ممكن، ولكن نتمنى من الجزائريين ومن اللاعبين تاعنا ومن بوقرة يحطوا تركيز، لان عندك زوج مباريات برك، ما عندك والو، دير اطلق اطلق كلش واش عندك، راكو فاهمين يا خوتي؟ يعني عندك زوج مباريات تربحهم خلاص ديت التتويج وتعاود تولي الجزائر بطل العرب، بطل العرب، كوبا دو الموندو تاع العرب، يعني واسمها الكاس كاس العالم للعرب، راه هذا كاس راهو معترف في الفيفا وكاس كبير ومتبوع من عند، يعني هنا في اوروبا راهم كاع يهضروا يقول لك كاين هذه الايامات كاس العرب، كاين هذه الايامات كاس العرب، يعني معروف بها، وهذه كاس تروح للخزينه الجزائر. عندك دو ماتش برك، هذا ما كان دو ماتش، ان شاء الله برك كيما نقولوا اللاعبين يمدوا كلش واش عندهم، كلش كلش واش، ما كانش استهزاء الخصم مالغري يكون سهل، ما كانش استهزاء، هذه معروفه في كره القدم. انا كي نقول سهل ماشي معناتها راني نطيح بالخصم، او باريزوم كيما بعض الناس يقولوا لي ماشي لازم تستهزاء بهم، ولا باريزوم تستهان بهم، ما تستهانش بهم، كي تحكي باللي هما ساهلين منتخب السهل، اذا انت صعبتها على روحك وتصدق لهم المباراه. هنا اذا ربحوا قطريين قلنا كاين زوج حوايج، المنتخب الجزائري هو اللي صعبها على روحه مع منتخب سهل، فهمتوا؟ يعني يلعب كما نقولوا يستحق لهم، ما يلعبش هذيك السيريو وخلاص انا رابح الماتش، هادو ما ساهلين، يبداو يلعبوا نورمال وكذا منا، او التحكيم، هاد الزوج نقاط هما اللي راح يقصيوا الجزائر، اذا بعيد الشر على كل حال هاد الزوج نقاط هما اللي راح يكونوا خطر على الجزائر. اما باش تلعب لي مع منتخب وتمد كلش واش عندك وتلعب وتربحهم، انا نقول لكم بكل صراحه راني متوقع الفينال راح يكون واسمه جزائري تونسي، لا غالب على مصر، انا راني نتوقع انه الفينال راح يكون جزائري وتونسي، ونتمنى ذلك، ما مشكره لمصر لا، نتمنى ذلك، لان ماذا بيا نزيد نشوف داربي، لان ديجا راني شفت الجزائر، النقطه هذه ركزوا عليها، راني شفت منتخب الجزائر مع منتخب مصر في المباراه اللي لعبناها، فهمتوا؟ كانوا معنا في المجموعه، دوكا ماذا بيا نشوف المنتخب الجزائري مع المنتخب الجزائري، باش نشوفوا داربي مغاربي واحد اخر، باش يكون فينال شباب، مالغري مع مصر يكون شباب، ولكن مع تونس يكون شباب بالبزاف. وبكل صراحه وبكل تواضع، المنتخب الجزائري اقوى على المنتخب التونسي، ومنتخب تونسي قدم كرة مليحة، ما دام راهو الحق الدومي فينال ماشي باطل، وكي يزيد يربح مصر ويلحق الفينال ماشي باطل يا خاوتي، ولكن المنتخب الجزائري حتى التوانسة وعلى بالهم باللي المنتخب الجزائري أقوى من المنتخب التونسي، وكل شيء ممكن كرة القدم. هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي، نتلاقاو إن شاء الله العشية، ما نطوش عليكم، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سلام.